الحمد لله النهار الاول داز بخير. راك عرفتي رمضان شهر العباده وشهر الصيام، وبنادم راه هذا الشيء راه تيلجأ فيه تيتقرب من الله سبحانه وتعالى. شنو هو رمضان بالنسبه لك؟ رمضان هو شهر العباده وشهر الغفران، و زعما رمضان شي حاجه كبيره عند الله سبحانه وتعالى. مزيان داز مزيان. شهر العباده اي حاجه كنسمعوها هنايا، حنا جالسين مع والدينا وكنسمعوا الكلام الخايب ونسمعوا سميتو وكل شيء. كيجي شي واحد شي كامل ولا شي حاجه كيبغي بلاصي، كنقول له حيد لينا من هنايا كليان، ما بقاوش بغاو يجوا. يجبد لك موس يقول لك ها الكليان كيتشكاو، كاين اللي كيجي كيضربوا ليه الطرابيلات ديالو، ما بقاش كيبغي يجي هنايا. يعني حتى مشكل ولا عندكم مع الزبناء؟ مع الزبناء معكم تاجر بشارع بن بطوطه، هادشي اللي كنعانيو منه عانينا منه عام واعوام عديده. ماشي جينا ودرنا هاد الوقفه ودرنا هاد الاعتصام وحبسنا الطريق هباء، جينا درناها من ريوس راه حتى وصلت بينا الهضم صافي ما بقيناش. كنولوا مراهين في حالاتنا الداخل حتى كنشموا الرويح اللي تقدر تخنقك وتقدر ما عرفتش دير لي، والكلام الخايب ومريح مع والديك وتسمع الهضره اللي ما تبغيش، وكاين اللي دايرها غير طريق، كاين اللي كتلقاه وقف في كرويله هنا كيبيع فيها الحشيش ودايرها في الطريق غير باش يبين باللي راه هو كيترزق بالحلال وهو كيبيع الحشيش وداير خدمه في بلاصه اخرى، فهمتي؟ وعندهم بلاصتهم اللي هي وعندهم اتساع تما ما يقدر يعلقلو لا سير لا والو، ولكن ما بغاو يديروا معاهم والو. هادشي اللي شهر المغفره. انت كتبيع البيروان؟ كيدير الحركه زوينه الحمد لله الحمد لله. النهار الاول داز هذاك بحال اي نهار بخير، لونطريمون سبور والسوق كي ديما الحمد لله. شهر رمضان بالنسبه لي شهر رمضان شهر الغفران وشهر كنت شهر العباده وهذا الشيء اللي كاين اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم. اول مشكل اللي كنلقاو في حزب الدراري ما الكواتشه وهاد الكراول كيدير واحد العرقاله ديال السير، كنطالبوا من الناس المسؤولين، من الناس الامن، الناس ديال المدينه، الباشا ديال المدينه يتكلف يدير شي حل لهاد الناس هادو. الناس راه مخلصه التامين، مخلصه راه الكراول ما عندهم تامين لا والو. النهار الاول في رمضان بخير الحمد لله. شنو كتبيع؟ شنو كتبيع؟ كندوار عرفتوني على الشريكه هنايا. واخا شنو هو شهر رمضان بالنسبه لك؟ شهر رمضان ولا عليه كل شيء، ولا سبب زوين. ولا عليه كل شيء. شنو هو شهر رمضان بالنسبه لك؟ هو شهر ديال العبادة والتوبة في كل شيء. النهار الأول في رمضان الحمد لله على أحسن ما يرام. واخا شنو هو شهر رمضان بالنسبة لك؟ وشهر رمضان في واقع الأمر هو أن الأمور بعدا كاين خصها، ما خصهاش تكون عندنا في هذه المدينة هذه، خاص يكون واحد النوع بعدا تكون واحد السياسة استراتيجية بداخل المدينة. خاص السيد العامل اللي كيشرف على هذه المدينة يوضع واحد الخطة، واحد البرنامج على اساس باش يكون واحد التنظيم. وهنا غندخلوا شهر العباده، شهر العباده وشهر الغفران، شهر الرحمه، شهر الموده، شهر يعني شهر التالف كيف ما بغينا نقولوا، كيف ما امرنا الله به سبحانه وتعالى. ديروا الخير بعضياتنا، بمعنى نعاودوا نديروا الخير بعضياتنا ونتالفوا مع بعضياتنا مزيان. وكنشكروا اسفي جود على هذا التواصل اللي قامت به خصوصا في عزيب الدرعي، وكنطلبوا من هذا المنبر باش جميع السلطات يعني تكتب الجهود باش تكون واحد المقاربه امنيه، وهاد الناس هادو يديروا اللي متا هما الناس فين يخدموا فين 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 يعني تكون واحد يعني واحد المكان يتخصص لهاد الناس باش يكون شيء يعيش، ماشي كل شيء يعيش، ويكون واحد النظام وتنظيم الناس كلها تعيش، ماشي نخدموا السياسه ديال الامن ونخلوا الناس جيعانه ونخلوا مزيان. شنو شهر رمضان بالنسبه لك؟ شهر رمضان شهر العباده وشهر الغفران. شنو شهر رمضان بالنسبه لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كنود كنتقدم بالشكر لسافي جود لتحت الفرصه لساكن مدينه اسفيل للتعبير على الشعور سيغتو في الشهر الاول، عفوا النهار الاول من شهر رمضان. وشهر رمضان كيعتبر بمثابه شهر الغفران وشهر التقرب لله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر كنلاحظوا انه بزاف الميزات كتميز به، يعني كتسود الرحمه والمغفره، وفرصه للتقرب لله سبحانه وتعالى بالقران وبصلاه التراويح. وكنتمنى للعباد وكنتمنى للجميع رمضان مبارك سعيد، وكذلك صافي كود رمضان مبارك سعيد. الحمد لله كل بخير وعلى خير. شنو هو شهر رمضان بالنسبه لك؟ ها شهر رمضان الغفران، شهر شي حاجه مزيانه يكون يكون عام وعام لا.
تكون عام وعام لا. علاش؟ ها؟ مزيان كاين شي وحدين صلح لي ما رمضان. والله العظيم ما نكذبش عليك. وبحالك انت اللي تخاصك شي عامين ديال رمضان متابع. الله يلاحظ. سهر رمضان اخويا. سهرات. سهرات. صلوا. دابا من دابا وانت صايم وكتفكر في التيتيز. لا ماشي دابا حتى لي حتى المره راه فرق ولا التيتيز كتساعد. لا مستعد من دابا خاصني ياكل الحلوى مستعد انا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.